يكون خدنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ويا ربي يدوبنا حد بيناتنا ونزيدوا قدام جميع. الله يشافي كل مريض، الله يرزقنا جميع كل خير، والله يحيد لنا هذا الغلاء اللي كاين دابا. اليوم جيناكم بواحد فيديو جديد، خليكم مع ساره. السلام عليكم حبابنا، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ تنتمناكم دائما تكونوا بخير وعلى خير كما العاده، ولا لي خطاكم علينا. كنشكر بزاف الناس اللي دخلوا لعندي الانستغرام ديالي وكبروا بينا، الله يكبر بيكم، راه ولينا من عائله وحده طبعا، ولا لي خطاكم علينا. دابا ما علينا الحباب ديالنا، دابا مشيت نهار العيد راكم عرفتي، وعيطت عند خالتي عائشه، جلست يا سيادنا هي صراحه والله القسم تبري هذه القضيه. مني عيطت عند خالتي جا الليل بحال هكاك، عطاوني عيني صداع بزاف، العلم لله شنو وقع. ما هيت بحال العيني بحال شي بغيت بابا، لا بحال شي واحد ضربني العيني واحد الدقه صعيبه، عاود تنسدى وتنغوت، والضو تيضربني العيني. ما علينا، ما عرفتش الطونسيون كما قالت خالتي عائشه، والله ما عرفت شنو وقع. دوز داك النهار ثاني عيد مشيت عند ماما، نفس المشكل وقع لي عاود بالليل، من الليل الليل تيوقع لي المشكل. ثلاث ايام سابعه وقع لي المشكل، ودابا عاود فاتني الحريقيه واحد شويه، ما عرفت عيني شنو وقع لها من نهار العيد لدابا، وانا في حالي ورتا لها. ما علينا صراحه، ما نسكتش على راسي، ما بغيتش نطبيب. انت ما بغيتيش تمشي عند الطبيب؟ غادي نمشي حتى هادشي صراحه. نهار عيد ولكن لقاتني انا الطبيب ديالها، ماشي مشكل. نهار على نهار تيتزاد علي الحريق. ما علينا، دارنا عارفين هاد المشكل، وخالتي عائشه عارفه هاد المشكل. خالتي عائشه ولكن لا كنديروا الاسعافات الاوليه منها موارد الخيار، ممكن قرا شي الفاتحه، والحمد لله كيزيد الله التيسع. الحمد لله. دابا خالتي عائشه معروضه لواحد عند واحد الناس، من عند الناس عيط لها حمزه قال لها واش نتوما جايين، قالت له اه، قال لها راه صارت زاد عليها الحال بزاف، وما بقاتش دابا راه جوج ونص ديال الليل، وما بقاتش كتشوف بعينيها. بغيت ندير ليرجونس، راه بغيت ندير ليرجونس هي الصراحه، راه فيا فيا اللهم يجيو ان شاء الله باذن الله، وغادي نديرو فيهم هاد البرانك، نشوفو ردة الفعل ديالهم شنو بالنسبه ساره عندهم. دابا قطعت معاها في التليفون صراحه، قالت لي اويلي واش بصح واش هادشي، قال لها شوفي بشويه عليكم في الطريق، ما تخافوش ان شاء الله يكون خير. باش سيرتو هما ديجا عرفوها بان وقع هذا المشكل قدامهم، وحتى امي ما جميله والدار ما كعرفوها، اللي دابا عندهم واحد الانطباع ديال الخوف، هما دابا راه جايين باش نديو ساره ليرجونس. ما علينا الحباب ديالنا، ما نطولوش عليكم في المقدمه، وتسناو ان شاء الله اللقطه فاش غادي يجيو، ونشوفوا رده الفعل ديالهم. معنا ما تمشيوش حتى تما الفيديو. A few moments later. السلام عليكم. علاش؟ وكنحل عليك كنشوف هاد الضبابة، وراه تنشوفك انت بحال هكا دايره صافي. ويلي راه شوف بنت حتى عينين ما كنشوفك شنو. دابا شحال تقريبا ديال الوقت؟ شحال حمزه؟ ويلي حمزه واش رخيت واحد؟ علاش رخيتي عليها خليتيها ما ديتيهاش؟ ديك الساعه تمشي للطبيب. لا يا خالتي خايفه. حمزه يلاه مشي زعما تخافي ولا شي حاجه واقيلا شي كحل. حمزه حمزه يلاه نمشي نديه ويلا يلا دابا. ما درتيش المكياج دابا كتضرب على عينيك؟ والو ما كنديرش من نهار العيد ما درت. ويلي حمزه يلا دغيا يلا يلا نديو يلا نديو نديو العشاء الغش. يا تاني ماما علاش رخيتي؟ يلا حمزه علاش رخيتي عينيك حتى دابا؟ يا ربي السلامه يا ربي. ما درتيش لا حمزه الخيار برد لها الحراره على عينيها؟ شحال من الخيار درت كلشي. حمزه قريتي عليها؟ قراها عليا فاتحه. يا وحمزه فينك؟ اش كدير؟ صباح وانا نتسنى في الصح وتقول يا هما جينا هما جينا، قلت له ما تخلعوهمش خليهم بلاتي عليهم. والله قسم الا شدي شدي الانسان الحاد هاي يقول يلاه يوصل، عرفتي ما تنخلع. ويلي قسما بالله الا مت نخلع انت قالها لي ما تبقاش عندي، عرفتي ولكن هو ما ينعرف ورجليا فشلوا وشدني الاسهال واحد الحاله من بوش لك يلاه حمزه دغيا يلاه يلاه مشي.
إيمان إيمان بقي مع البنات بقي مع البنات شحال يلا زيدي 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 عكزة فينك أنا ها وحدايا زيدي ليلي وصلني البس الباطل بس لي شي حاجة صبر 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 يا لطيف يا لطيف هذاك سعيد لي بكري ما القسم ما بقى ندير ركابي السلام عليكم شتي بداك لاكارت ديالها الله خوتنا الحباب ديالنا كنقول لكم واحد السلام عليكم اي عندي لاكارت عندي كلشي كما كتشوفوا مع خوتنا حبابنا جات الوالده وجات اختي ايمان احنا غاديين الوالده تخلعت بزاف الوالده ليلي الله محضر الصلاه شوفي هنا انا دير خليني حمزه عندي خاطر لا الوالده والناس ديالنا ما كنخبي عليهم حتى حاجه يعني كنبارطاجيو معهم اي حاجه حلوه مره كنبارطاجيوها مع الناس بارطاجي معهم نتايا لسان المريض ما ماشي مشكل شوف شوف انا هذا هو اليوتيوب الوالده ضروري واخا نكونوا مراد واخا نكونوا اي حاجه كنبارطاجيو مع الناس لان احبابنا والله يدعمونا احبابنا كنبارطاجيو معهم الحلوه والمره والله يشافيها والله يشافيها امين امين الله يشافيها ايمان خرج المر طريف انا مصدومه انا ما فهمتش انا فاش شفت حتى شي حاجه والله القصه تاع العينين راه صعابه فينا نمشيو قول لي باش نعرف واش عشتي الغش عشتي الغش عشتي الغش عشان غير شي خصني بدرس بالعينين داكشي كاين فيه العينين اه عشان كاين فيه العينين اش غنديروا انت كان عليك هذيك المره منو انت كان عليك باللي حسيتي شويه ما تبقاش قال لي داكشي قراي شويه راه ما لا لا قال لك ما تبقاش تهلك يا ساره تعطلتي على عينيك عاجي في الطريق قلتوا علينا ماما ما تخافي والله تسخف والله القسم ما بقى عندي رجلين نشوف ليا لساني شنو ليا رجليا في الموت الناس كل انا بغيت نشوف دابا أمي كنت شايفه وديك دابا مرات باغا يعنس قسما بالله اللي خرجت مني خلع ابو الله ان شاء الله نعطيو طلبوا الله الشفاء ودعي معها دعي معها ودعي معها ايوا اقول المتتبعين ديالي يدعوا معاها ونطلبوا الله يشافيها من عندو يا ربي امين والله تكون عايش حاجه خفيفه لعل الله يكون شي دعاء مستجاب ضغط ديال التليفون ولكن ما عرفتش شي بعد ضغط التليفون ما يديرش هذا الشيء اييه بزاف على التليفون بزاف كتفكرني فواحد الحاله كانت وقعت عندنا نيت في الدم عقلتي حمزه اييه بلا ما جبدوا السميه ديال الناس عرفت عمات مسكين ورجع لها بصر هذاك المس ما تكون لا مس هذيك مس 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 لا لا ما تخافيش ولا كانت بس الحمد لله راه غيتشافي مشكل خيب ما تكونش شي حاجه اخرى اي حاجه تتشافى اذا كان مرض عضوي لي صعيب الحمد لله قدر يعطي شي تقطيره تقدر شي حاجه الله المستعان ما يكونش عطى صيد العيني شي كان ما يكونش عطى صيد العينين صيد العين اللي خايب ولكن انت راه فين تدوزي ما عندكش عرفت صافي كيفاش ندوز شي ديال وقت يدوزك يقول لك عندك تونسيل ما عندكش تونسيل عيره مزيان عمي كلش عطى صيد العين اللي خايب ساره باني شوفك شي شويه باني باني يا حمزه الشبيب خليها تبان بعد من راه مريضه ساره باني نشوفك فين انا الله اخوتي الله بقاش حول ولا قوه الا بالله حمزه التليفون صافي حيد لا اله الا الله وشوف انا مشاهدين ديالي كنبغيهم خلي بارطاجهم كلشي واش حنا في التليفون حيد علينا التليفون حمزه الله يهديك يا رب السلامة المهم اخوتي دابا توصلوا للسبيطار ان شاء الله ونعاود نبارطاجيو معكم الفيديو الله يعاونكم حيد حمزه خوت الحباب ديالنا كما كتشوفوا معايا انا جيت دابا للسبيطار هنا الفوق هاد المستعجلات شويه كيضروك وليلي الله يشافيك الله يعافيك يا ربي ايوا الحمد لله كما كتشوف معنا خوتي هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتسناو الطبيبه باش دوز ليها ساره ان شاء الله طاوري ان شاء الله وليده وليده انت ليلى وليده ما قلت حاجه شنو الاحساس ديالك الوليده خليني نفتقر هذا كما كتشوفوا معنا حنا جينا للجيرجونس هنا واقفين كنتسناو قبيل حسيت دخلنا على السيكيورتي قال لكم ديال تسناو بما جا الطبيب ولا الطبيب حنا كنتسنى ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي اليوم مع سارة يا ربي يشافيها ويعافيها فعلا ثلاث ايام هذه هو كتمرض ودابا والله العظيم اخوتي انا مخلوعه حنا كنا جايين في الطريق تزاد عليها الحال في نص الطريق جاب الله جميع قرات المبات بقات كتكون المبات على عينيها ونتمنى الخير يا ربي وانا نكمل اليوم معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم يا ربي كتحل الشبكة هذه كي كنتي لا ماشي بعد شو معنى
خوتنا احبابنا خوتنا احبابها كما شفتوا معنا ساره دارت الكونترول عينيها والطبيبه قالت لها راه عينك ناشفين. ساره قرب شويه عندي هنا، قرب عندي شويه انتما كما كتشوفوا معايا اخوتي، قالت لها واحد التقطيره في عينيها ودخلت في واحد لاباري كما شفتوا معنا في الفيديو. ايوا قالت لي راه عينك ناشفين، ما خصكش تبقاي تشوفي التليفون بزاف. الباب ديالنا راك شفتوا الباح كيفاش داز، الصراحه بغينا نديرو فيهم برانك. ساعه ملي مشيت عند الطبيبه وشافت لي عيني قالت لي ما بغيت نقول لك حتى شي حاجه، دابا خصك تمشي ديري ليا تحاليل ديال السكر والطونسيون. عرفتي تخلعت قسما بالله تخلعت، حيت راكم عارفين تاثرت هذه 3 ايام بعينيا، وقلت راه نضحكوا نديروا برانك زعما ساعه صدق هادشي الله يستر ديال بصح. اللهم نتمنوا يا ربي مني كريم خير وكلكم تعيوا معنا ان شاء الله، ندير تحليلات ديال السكر ونشوفوا الطونسيون حتى هو ونرجع عند الطبيبه ويا ربي تسمعنا خير. اش بالك حمزه؟ واش نقول لكم اخوتي حبايبي، فعلا هي ساره كانت مريضه نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث، ولكن حنا ما خديناش الامور بواحد الجديه، وكما قلت لكم قبل بغينا زعما ندير واحد المقلب في الوالده. الساعه بيني وبينكم صراحه تخلعت بزاف، و شنو نقول لكم الله يسمح للوالدين، ساره عزيزه عليهم. عرفنا على حيت قلت لها ساره ودابا تاكدات، قلت لها بان الوالده ولا خواتي راه كيقدروك بزاف كيبغيوك بزاف، لدرجه ان الوالده اقسم بالله الا في واحد الحاله واحد اللي طاش شويه صعيبه الله يسمح لي منك الوالده وسمحي لي بزاف. ايوا نتمنوا خير الحباب ديالنا وما نطولوش عليكم، ودعيو معايا يا ربي وما كان والله الا مخلوعه بزاف، وتشكركم بزاف ولي على خطاكم، وبقاو معنا ان شاء الله باذن الله في تتمات الفيديو ديال التحاليل ان شاء الله. يا ربي يكون خير ولي على خطاكم علينا. السلام عليكم.